تحتفل برلين بالذكرى المئوية للمساهمة في اكتشاف تمثال لملكة مصر الفرعونية نفرتيتي يصل تاريخه إلى 3400 عام. يذكر أنه تم اكتشاف التمثال من 100 عام بمساعدة عالم ألماني، في حين ترفض مصر ملكية نصفية لألمانيا في التمثال، حيث طالب الجانب المصري أكثر من مرة باسترداد التمثال النصفي لنفرتيتي، وتسبب ذلك في إثارة كثير من الخلافات على مدار أعوام.